اليوم غنتحدثوا على موضوع ديال الماء. كما تعرف الجميع اننا احنا في يعني في السنه الخامسه ديال الجفاف، وهذه السنه كانت شويه صعبه وصعبه يعني بزاف، خصوصا اننا تقريبا ما دخلنا خلال هذه المده مش 11 اليوم الا حوالي 500 مليون متر مكعب للسدود ديالنا. اليوم السدود تتعرف تقريبا حوالي 20% من الملء ديالها. لاول مره تنوصل لهذه النتيجه، هذه وضعيه مزريه. حنا يعني على غرار باقي المؤسسات ديال الدوله في الهيئه الوطنيه لجمعيه حمايه المسيحيين وفي الجمعيات المنضويه تحت لوائها، تنحاولوا نعملوا بالتحسيس المواطنين على ضروره يعني الالتزام بالحفاظ على الماء، الاقتصاد في الماء. تنعرفوا ان المواطنين انخرط يعني بقوه في هذه العمليه، هذه غيخفف من العبء ديال استعمال الماء، وبالتالي غادي نحافظوا على المخزون لاكبر مده ممكنه. كما قلت يعني السنه الخامسه تتبان يعني صعبه بزاف، اجراءات ضروريه لمواكبه هذا الوضع. تنشوفوا ان الاجراءات اللي اتخذتهم الحكومه خصوصا في الاونه الاخيره ديال يعني الحد من استعمال الماء على مستوى الحمامات واللافاجات وغيرها، اجراء يعني احنا تنعتبروه مزيان، ولو انه بغى يعني مبادره اخرى. خصنا نركزوا على يعني الاقتصاد في الماء. ثلاث ايام الا حبسناها واستعملنا اربع ايام، تنظن ما غيكون ذاك الاقتصاد في الماء، لان ذاك المده ذاك الشيء غنستعملوه في سبع ايام، غنستعملوه في خمس ايام او اربع ايام، يعني النتيجه غتكون شويه ضئيله. فاحنا تنحاولوا اننا نلتجئوا لتحسيس المواطنين بضروره يعني الالتزام في هذا البرنامج الوطني اللي كلنا معنيين به، لا مؤسسات عموميه، لا مؤسسات خاصه، لا مؤسسات المجتمع المدني، ولا مواطنين. ايضا احنا في الهيئه الوطنيه لحمايه المستهلكين نسجل واحد الوضعيه خصوصا عن نفسوس، لان من اكثر من يعني المناطق المتضرره بالجفاف هي منطقه سوس، لان اغلب الفلاحين عندنا تيعتمدوا على الفرشه المائيه، وهذا امر يعني تيحد من المخزون المائي على مستوى الفرشه المائيه عندنا في منطقه ديال سوس. تلاحظوا ان بعض الاقاليم يعني خدمت على يعني ضبط الزراعات، وهذا من الاوراش اللي تندعو في اطار التنسيق الحكومي باش يكون العمل عليه، بحال المناطق ديال طاطا ديال شيشاوا مشاو مزيان في المساله ديال الحد، خصوصا في هذا الوقت هذا تستعملوا حنا الدلاح بزاف. فتلاحظوا حنا في منطقه عندنا في سوس في تالودنت بالخصوص، لان هي المنطقه اللي تستعمل فيها بزاف، تلاحظوا ان باقي الناس تيستعملوا هذه الماده هذه، وخصنا تحرك يعني مستعجل في هذا الاطار هذا من اجل الحد من الضياع ديال الماء. ملي تكون الوضعيه عاديه، تتكون الفرشه المائيه يعني ما فيها اشكال، تتكون الامطار ما عندنا مشكل، نمشوا لامور الزراعات الاستثنائيه الثانويه، لكن اليوم يجب التعامل بصرامه مع الطريقه هذه. يجب يعني اخذ بعين الاعتبار واحد التنسيق حكومي في جميع القطاعات، لا في المجال الصناعي، لا في المجال الفلاحي، لا في المجال ديال يعني السياحي اللي هو مهم حتى هو، تياخذ واحد الكميه كبيره ديال الماء. الا ما كان عندنا تنسيق حكومي في هذا المجال هذا، يصعب ان نخرجوا من هذه الازمه بسلام. نتمنوا اننا يعني كمجتمع مدني اننا نكونوا يعني مشاركين في برامج وطنيه اللي تقودها الحكومه، وهي مسؤوله بالدرجه الاولى على تدبير هذه الامور هذه، يكونوا برامج موحده واشتغال موحد من اجل يعني الوقوف الى جيب المواطن، من اجل يعني الاقتصاد في الماء والوصول الى واحد الاكتفاء ذاتي في هذه الماده الحيويه. احنا بالنسبه لنا يعني ذكرته يعني بالاسم، والا كاين منتوجات اخرين في نفس السياق، لان الدلاح اولا عندنا احنا مادة ثانوية ماشي من المادة الرئيسية. غدا غنلقاو الدلاح تتباع بدرهم وب 30 ريال، وهي حاملة واحد الكمية كبيرة ديال الماء، هذا إشكال كبير. وتتجي في واحد الوقت اللي تتكون فيه الحرارة مرتفعة، تتكون ليفابوراسيون كثيرة، ثانيا في وضعية غير عادية بالنسبة لنا احنا في الماء. المساحات كاين مساحات كبيرة، أنا من خلال ما نقدرش نعطيك إحصاء، ولكن كاين مئات الهكتارات ديال الدلاح تزرعوا دابا، وهذا إشكال كبير. خص تمشي واحد المواكبه ونحسوا ان فعلا احنا في ازمه. احنا تندعو كهيئه وطنيه لحمايه المستهلك الى ضبط هذا المجال هذا، لان ما تلاش كما جاء لسان وزير التجهيز والماء ولا رئيس الحكومه وعلى جميع المتداخلين، وكيف كما يعني سطر السياسه يعني الجديده للتعامل مع من طرف جلاله الملك، فخصنا نكونوا كلنا مواكبين وبجديه ولا تلاعب مع هذه الامور هذه، لانها صعبه وصعبه بزاف.